الحكومة تكلف مصلحة الهجرة بتعزيز إلغاء الإقامات الممنوحة على أسس خاطئة. خبر أعلنته وزيرة الهجرة ماريا ستينرغارد الاثنين الماضي، وأثار حالة من الخوف لدى كثير من المهاجرين. الوزيرة قالت على صفحة حزبها في الفيسبوك إن المرء إذا ذهب في إجازة إلى بلده الأم رغم حصوله على حق الحماية في السويد بسبب وجود خطر عليه في بلده، فهناك إذن سبب لمراجعة كيفية منحه الإقامة. وكذلك إذا قدم معلومات غير صحيحة أو تعمد حجب ظروف معينة عند منحه تصريح الإقامة، فيجب أن يكون لذلك عواقب على حد تعبير الوزيرة. صفحات عربية على مواقع التواصل الاجتماعي تلقفت الخبر الذي نشرته الكومبس أولاً، وبث بعض المؤثرين فيديوهات تحذر الحاصلين على الإقامات، غير أن بعضهم قدم معلومات غير دقيقة معتبراً الأمر قراراً جديداً، في حين ذهبت بعض الصفحات إلى المبالغة بالقول إن مصلحة الهجرة سحبت مئات الإقامات من المهاجرين، رغم أن تكليف الحكومة لم يمضي على صدوره أكثر من 48 ساعة. ليس في تكليف الحكومة جديد سوى التشدد، فالقانون يمنح أصلاً مصلحة الهجرة حق إلغاء تصريح الإقامة في حال اكتشفت أنه منح على أسس خاطئة، ومنها أن يزور الحاصل على الحماية البلد الذي قال إنه هرب منه لخطر على حياته، وهو أمر يعرفه كثير من اللاجئين في السويد. الآن تطلب الحكومة من مصلحة الهجرة التشدد في تطبيق ذلك، ومن غير المعروف مدى تأثير هذا بالفعل على حاملي الإقامات، لكن التكليف يعني تخصيص مزيد من الموارد داخل مصلحة الهجرة لمراجعة الإقامات التي يوجد شك في أنها صدرت على أسس خاطئة. فكيف سيطبق التكليف، وهل يؤثر على حاملي الجنسية مثلا؟ المحامي مجيد الناشي يجيب: بالنسبة لطلب الحكومة من ذات الهجرة أن تقوم ببحث هل ممكن سحب إقامات الأشخاص اللي يزورون بلدهم، وذا كيفية تأثير هذا الأمر على القضايا اللي موجودة بالسويد بالفترة الأخيرة، أشير لأنه هل ممكن يطبق بأثر رجعي. الجواب هو أنه بالحقيقة هذا لا يسمى أثر رجعي، يعني الهدف من الطلب اللي تقوم بالحكومة والهجرة هو أن يشوفون إذا الشخص هو ذكر بأسباب اللجوء أنا عندي خطر في بلدي، ولكن بعد ما أخذ إقامة نزل إلى بلده، فهل الخطر لا زال قائم أو لا؟ لأنه ما ننسى اليوم أنه بما أن القوانين تغيرت من قبل صارت إقامات مؤقتة، فالهدف من الإقامة المؤقتة هو أنه دائما بإمكان السويد أن يقول الشخص الآن انتهى حقك بالحصول على الإقامة. فلسه ما ممكن نستعمل تعبير أنه هل إلى تأثير رجعي؟ جواب ممكن نقول إذا ردنا نستعمل التعبير هنكون جواب نعم، ممكن أن يأثر على أشخاص حتى اللي سافر مثلا قبل سنة، الآن لما يدرسون ملفه ويشوفون أنت إذا قدرت تسافر إلى بلدك، إذا أنت ما في عليك الخطر اللي ذكرته. بس نذكر أنه هذا الأمر راح يكون أيضا أنه يجب أن تدرس كل حالة بحالتها، يعني ما ممكن أن يصدر قرار أنه أي واحد سافر إلى بلده مباشرة لازم تسحب إقامته، أكيد ما يكون بهالطريقة، بل كل قضية يجب أن تعمل بشكل فردي. ما يتعلق بالأشخاص اللي حاصلين على الجنسية، الجواب هو لا يمكن أن يتأثروا، لأنه بالسويد الدستور السويدي نص على أنه ما ممكن سحب الجنسية. فحتى لو اكتشفت الهجرة بعدين أنه بعد ما أخذ شخص الجنسية أنه كان مسافر إلى بلده عمل أمور أخرى، فما عندها مجال أنه يأثر على هذا الأمر ولا بأي شكل من الأشكال. حتى يكون إلى تأثير لازم أول شيء يتغير قانون الجنسية، بحيث أنه يكون أكو مجال لسحب الجنسية مثل ما بلدان عديدة عندها إمكانية سحب الجنسية، بس بالسويد هذا الشيء ما موجود. فمن هذه الناحية يعتبر أنه ماكو أي خطر فعلي الأشخاص اللي حصلوا على جنسية، إذا نقول خلاص ارتاحوا مطمئنين حاليا بحسب القانون السويدي. هذا التكليف على لسان الوزيرة للحكومة تعبير جديد عن التشدد الذي تبنته إزاء سياسة الهجرة منذ توقيع اتفاق تيد أو مع ديمقراطي السويد إزدي. الاتفاق حوى تشددا أكبر بكثير ربما من مسألة تعزيز مراجعة الإقامات الممنوحة على أسس خاطئة. أحد البنود ينص على إطلاق تحقيق لدراسة تحويل الإقامات الدائمة الممنوحة بالفعل إلى مؤقتة، في حين ينص بند آخر على دراسة ترحيل المقيمين بسبب ما يمكن اعتباره سلوكا سيئا، وكذلك دراسة هل يجب أن يحصل الوافدين الجدد على مساعدات اجتماعية أم لا، وغيرها بنود كثيرة. حجم المفاجأة التي عبر عنها مهاجرون إزاء تكليف الحكومة لمصلحة الهجرة أظهر أن كثيرين لم يكونوا يدركون معنى التشدد في سياسة الهجرة
الذي توعد به حزب اليمين المتطرف وأيدته أحزاب الحكومة، بل أن كثيرين ممن أيدوا هذه السياسة ظنوا ربما أن ذلك يمس اللاجئين الذين سيأتون إلى السويد لاحقا، ولا يعني المهاجرين الموجودين في البلد بشيء، غير أن حسابات الحقل لم توافق حسابات البيدر، وسيكون على كثير من المهاجرين التعايش مع سياسة متشددة خلال السنوات الأربع المقبلة.